أهلا بكم. بعد احتلال العراق عام 2003 أسس الاحتلال الأمريكي نظاما سياسيا اعتمد الطائفية منهجا لترسيخ نفوذ الأحزاب والميليشيات التابعة لها للاستحواذ على مقدرات البلاد والعباد في العراق بتخطيط ورعاية إيرانية. اعتمدت التحريض الطائفي لضمان استحواذها على ثروات البلاد الغنية التي لا تنضب بفعل النفط، واستحواذها أيضا على مليارات الدولارات التي لا تذهب إلى الشعب المبتلى وإنما إلى جيوب المتنفذين وسلطة الأحزاب التي صرفت مليارات الدولارات لإزهاق الأرواح وتمزيق المجتمع العراقي وتهجير السكان الأصليين من المدن، ما أعاق نهضة العراق وأدى إلى تفشي البطالة وانعدام فرص العمل والفساد المالي والإداري، وأضعف من دور العراق في المنطقة والذي كان دورا محوريا نظرا لثقله إقليميا ودوليا. وما أن اندلعت ثورة تشرين عام 2019 حتى سقط صنم الطائفية الدخيلة على المجتمع العراقي والتي طالبت بإسقاط النظام الجاثم على صدور العراقيين، فقمعتها ميليشيات الأحزاب بالحديد والنار. وكان للقوة المناهضة للاحتلال كلمتها الفصل الرافضة للاحتلال وعمليته السياسية جملة وتفصيلا، والمساندة لثورة تشرين السلمية. وفي هذا الإطار عقد الميثاق الوطني والعراقي ندوة تحت شعار الطائفية وآثارها التدميرية في المجتمع العراقي، عقدت في مدينة أربيل، حيث ناقشت الندوة التي شارك فيها نخب من الكتاب والشخصيات العامة العراقية، ناقشوا الآثار الخطيرة للطائفية ودورها في تشويه وتحطيم الوشائج المجتمعية في العراق. نضع مشاهدينا الكرام تحت الضوء في هذه الحلقة دور القوى الوطنية المناهضة للاحتلال في الوقوف بوجه الطائفية ومعالجة آثار الطائفية التدميرية وسبل تعزيز البناء المجتمعي في العراق وإحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية للنهوض بالعراق وإسقاط المشروع الطائفي الذي جاء به الاحتلالان الأمريكي والإيراني. سيكون معنا في هذه الحلقة الضيوف الكرام لمناقشة هذه المحاور الدكتور يحيى السنبل عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، ينضم معنا عبر سكايب. دكتور يحيى مرحبا بك. أهلا وسهلا بك وبمشاهدي قناة الرافدين. أهلا بكم دكتور يحيى، وأيضا أرحب بالأستاذ سالم كاكو نائب سابق في برلمان كردستان العراق، ينضم معي عبر الهاتف. مرحبا بك أستاذ سالم. وأيضا أرحب بالأستاذ سالار أربيل رئيس مجلس شورى التركمان بيت تعجيل، ينضم معي عبر سكايب. أستاذ سالار مرحبا بك. أهلا وسهلا. إذن مشاهدينا الكرام نشاهد بداية هذا التقرير ثم نبدأ بالحوار، كونوا معنا. الطائفية، ذلك الداء العضال الذي ينخر جسد العراق منذ الاحتلال الأمريكي الإيراني في عام 2003، حيث صرفت المليارات وأزهقت الأرواح لأجل تمزيق الشعب العراقي وإضعافه وتفكيك تركيبته الاجتماعية وبالتالي السيطرة عليه ونهب خيراته. ومن هنا أيها الإخوة يسعى القائمون على هذه الندوة إلى تعزيز بناء المجتمع العراقي والتصدي للآثار الكارثية التي نتجت عن الطائفية. الميثاق الوطني العراقي عقد ندوة تحت شعار الطائفية وآثارها التدميرية في المجتمع العراقي بمدينة أربيل، حيث ناقشت الندوة التي شارك فيها عدد من الكتاب والشخصيات العامة العراقية الآثار الخطيرة للطائفية ودورها في تشويه وتهشيم روابط المجتمع العراقي. أشو أنا للتوازن باليستشهدون، من ينقتلون سبعة شيعة أريد قبالهم ينقتلون سبعة سنة. النظام السياسي الذي تسلم زمام السلطة منذ الاحتلال الأمريكي للعراق يعد هو الراعي للطائفية بسبب اعتماده على أحزاب تقتات على التحريض الطائفي لضمان بقائها في السلطة بحسب الهيئة العليا للميثاق الوطني العراقي. الأحزاب الفاسدة والميليشيات المتنفذة
عملت وبشكل منظم وبتخطيط ورعاية إيرانية على تأجيج الطائفية والسعي لاستمرارها، إلا أن ثوار تشرين أثبتوا من خلال رفضهم لتلك الأحزاب بجميع مسمياتها أن ثورة تشرين نبذت الطائفية من غير رجعة. العراق بما يملكه من مقومات اقتصادية وسياسية واجتماعية وشعب يعتز بتاريخه أثار قلق بعض دول المنطقة، لا سيما إيران التي ساندت الاحتلال الأمريكي بكل ما تستطيع، حيث استهدف العراق بالمشروع الطائفي وبمخططات دولية وإقليمية لضمان السيطرة عليه وإضعاف دوره، ذلك أن تعافي العراق ونهضته تفشل كل المخططات الرامية إلى تفتيت المنطقة. إذن أبدأ معك بداية أستاذ الدكتور يحيى السنبل، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي. دكتور يحيى، ما أهمية عقد هذه الندوة في هذا التوقيت؟ عقد ندوة الميثاق الوطني العراقي حول الطائفية وآثارها التدميرية في المجتمع العراقي إنما جاءت لإعادة رسم المشتركات بين كل المكونات الأخوية التي عاشت على أرض وادي الرافدين، ومحاولة معالجة الآثار التي نتجت عن هذه الطائفية سواء كانت سياسية عبر الإلغاء والتهميش والإقصاء، وإن كانت اقتصادية والتي أدت إلى ظهور البطالة وتفشي حالات غريبة عن المجتمع مثل تجارة المخدرات. ومن الناحية الاجتماعية أيضا حاولت هذه الطائفية أو النظام السياسي الذي قام على الطائفية على إبعاد العناصر الوطنية التي تسعى لجمع كلمة العراقيين على منوال واحد في سبيل بناء العراق وفي سبيل إعادة نهوض العراق. لذلك فإن هذه الندوة تأتي أهميتها عندما استجابت كل المكونات المتواجدة على أرض مدينة أربيل الحبيبة لحضور هذه الندوة إيماناً منها بوجوب رص الصفوف من أجل أن ينهض العراق، لأن عملية تمزيقه لا تخدم إلا أعداء كل المكونات ولن ينتفع منها إلا الأشرار الذين يريدون السيطرة على العراق وموارده وثرواته ورهن قراره السيادي والسياسي بيد قوى خارجية تسعى لجعل العراق منطلقاً لتخريب الأمن والسلم سواء الإقليمي والعالمي، إضافة إلى نشر الفوضى داخل العراق. أرحب مرة أخرى بالأستاذ سالم كاكو، نائب السابق في برلمان كردستان العراق، معي عبر الهاتف. أستاذ سالم، إلى أي مدى انعكست الطائفية السياسية التي تعد دخيلة على العراق والعراقيين والتي جاءت بعد احتلال العراق عام 2003، إلى أي مدى انعكست هذه الطائفية السياسية على الشارع العراقي؟ نعم، شكرا على الاستضافة. الطائفية العرقية والدينية والسياسية التي نخرت كل مناطق الدولة بما فيها مؤسسات المجتمع المدني، فتنعكس في أينما تبحث عن بقعة في 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 الوضع العراقي تجد الطائفية فيها موجودة. لكن كيف يتم معالجة الطائفية وكيف يتم التخلص من آثار الطائفية التي دمرت المجتمع العراقي ونسيجها؟ قبل ما كنا نسمع بهذه القوة الطائفية موجودة بين أبناء المجتمع العراقي، لو لاحظنا المصاهرة التي كانت موجودة بين مكونات الشعب العراقي، بالتأكيد بين مكونات الطائفية المختلفة ضمن الدين الواحد أو ضمن القومية الواحدة، لا كانت تكون موجودة بهذه الصيغة. بالضبط، بالعكس. نعم، بالعكس، المصاهرة كانت تساهم في تقريب الطوائف المختلفة بين المجتمع العراقي، لكنها تجدها اليوم في كل بقعة من بقاعه وفي كل مركز من مرتكزات الدولة. فالمهم اليوم العراق يعاني جدا
من اثار هذه الطائفيه، سياساتها السياسيه حزبيه دينيه قوميه، وعملوا عليها مع الاسف خاصه الاثار السياسيه التي ارادت ان تستفيد من هذه الطائفيه. ونحن ايضا حتى في اقليم كردستان لو رجعنا الى التسعينات من القرن الماضي، ظل القوميه الواحده حاول البعض شق الخلاف بين ابناء المجتمع الاقليم في اربيل وفي اقليم كردستان، وسقط الضحايا عده وتشردت الاف العوائل واستشهد الكثير. من اجل ماذا؟ اي تساله لا يعرف من اجل ماذا. من المستفيد استاذ سالم، من المستفيد من نشر الطائفيه في العراق والتي دخيلة كما ذكرنا بعد عام 2003؟ أستاذ العزيز هناك من يستفيد من خلق فتنة الطائفية بين أبناء المجتمع العراقي لإضعاف المجتمع العراقي وإضعاف العراق وإنهاء العراق. إذن الهدف هو إنهاء العراق بعد إضعافه. نعم. إذن سأعود إليك مرة أخرى أستاذ سالم. أستاذ سالار أربيل، أرحب بك مرة أخرى رئيس مجلس شورى التركمان بالتعجيل. أستاذ سالار، يعني وجود الطائفية بعد العام 2003 وإدارة هذه الآفة الدخيلة على العراقيين بعد العام 2003 من قبل إيران، يا ترى هل هي تخدم مشروع التغيير الديموغرافي كما يرى محللون؟ نعم، بداية أحب أوجه الشكر إلى قناتكم الكريمة على هاي الدعوة الكريمة، وأحيي ضيوفك الكرام الدكتور يحيى السنبل والأستاذ سالم كاكو. حياك الله أستاذ. مسألة الطائفية هي مسألة بغيضة، الطائفية بكل أنواعها مثل ما أشار لها ضيفك الكريم الأستاذ سالم كاكو، سواء كانت الطائفية عرقية أو دينية أو مذهبية أو حتى السياسية. لكن أنا أحب أن أكون صريح وأتعمق بالموضوع أكثر. ترى هل الطائفية مستوردة لنا من الخارج؟ أنا برأيي إذا ما كانت الأرضية مناسبة موجودة في أي مجتمع، إذا ما كانت الأرضية جاهزة ومناسبة لبث الطائفية والنعرات الطائفية بجميع أنواعها، ما ممكن أن تعمل وتأتي أكلها. طيب، مثل ما وضع بالمجتمع العراقي. أستاذ سالار، يعني إذا اسمح لي فقط بهذه المعلومة الحقيقية والواقعية، إذن لماذا ظهرت الطائفية على شكلها بعد العام 2003 ولم تكن موجودة في العراق قبل عام 2003؟ لا، احنا ما نقدر نقول ما كانت موجودة، هي كانت موجودة ومنذ الأزل ومنذ القدم نقدر نقول، لكن إحيائها وإذكاء نارها من قبل أطراف أجنبية خارجية لغايات معينة، لأهداف سياسية أو حتى لمكاسب سياسية ربما وحتى اجتماعية معينة، هي اللي ظهرت في الوقت الحالي. ما نقدر نقول الطائفية ما موجودة، طالما الأعراق وتعدد القوميات وتعدد المعتقدات والمذاهب موجودة منذ القدم فالطائفية أيضا موجودة. لكن الطائفية ممكن أن تكون إيجابية. الجميلة تكون الشكل المجتمع العراقي، ممكن أن تؤدي إلى تطوير وتجديد هذا المجتمع، وممكن في نفس الوقت إذا أسيء استخدامها وإذا تسببت في خلافات وانقسامات بالمجتمع ممكن أن تؤدي إلى دحرها وفناء هذا المجتمع. أكيد إحنا نعرف إذا نرجع للتاريخ أكو أمثلة كثيرة في واقعنا الحالي في الوقت الحاضر. خلي ننظر إلى الدول والمجتمعات الأوروبية الغربية مثلا، متعددة الأعراق والقوميات. نعم، طائفية في أي مجتمع من المجتمعات بقدر إذكائها في مجتمعاتنا إحنا، المجتمعات الشرقية أو الشرق أوسطية بالذات كالعراق واليمن وسوريا وغيرها، لا
وهذه لسبب معين، وهو انه العقل الجمعي لهذه المجتمعات مؤهل والارضيه مناسبه لنشر الطائفيه بها. ولكن استاذ سالار اذا سمحت لي، يعني الكثير من المحللين والكثير حتى من المؤرخين وحتى من الباحثين يتحدث ويقول ان جميع الدول لا سيما الدول المتقدمة تستخدم هذا التعدد في الأعراق والقوميات والأديان والمذاهب من أجل الإنتاج والقوة وتنمية الاقتصاد، ولكن كون المنطقة العربية أو العراق غني بالنفط وغني بالموارد، هناك الكثير من النظريات التي طرحت قبل الاحتلال تمهيدا لاحتلال العراق على أن هذه الأمور وخصوصا الحديث بالأقاليم والحديث بالدويلات والحديث بالتقسيم، هذا يوحي للناس ويوحي للمشاهد في للمتابع في الإعلام بأن العراق دولة ضعيفة تتكون من قوميات وأعراق، في حين أن هذه هي عناصر قوية ومهمة لتنمية البلد وليس لإضعافه. هي عناصر قوة. نعم، عناصر قوة. التعددية في أي مجتمع، التعددية في أي مجتمع هي عناصر قوة. بالنسبة لأي نظام سياسي، التعددية عناصر قوة وعنصر وبذرة دوام وتجدد هذا النظام. والنظام الاجتماعي أيضا تماما. التعددية أيضا مصدر قوة ومصدر تجدد وتطور هذا المجتمع. نعم. ويقابل بالعكس الأحادية. الأحادية في أي نظام سياسي، الأحادية في أي نظام اجتماعي يحمل بذور فناء في ذاته. يحمل بنور بذور فناء في ذاته. إذا إحنا ما نريد، هذا موضوع الشائك، إذا نريد نرجع إلى الرسالات السماوية، إحنا شئنا ما أبينا إحنا ناس مسلمين. نعم. والدكتور أيضا ما أعرف الأستاذ سالم بغض النظر، يعني بغض النظر، يعني العراق أيضا يعني فيه من القوميات والأديان والمذاهب. رسالة في الرسالة السماوية خاتم الشرائع اللي جتنا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم، في كثير من الآيات تشير بأنه التعددية هي سنة إلهية مطلوبة في كل مجتمع. نعم. يعني في آية كان الناس أمة واحدة. نعم. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. نعم. يعني الأمة الواحدة حالة غير مرغوبة عند الله، فبعث النبيين لتنويعهم. هاي واحدة. لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. إذن هي مشيئة رب العالمين أن لا تكون الناس جميعا أمة واحدة. نعم. وأن تكون تعددية. نعم. هذه مشيئة رب العالمين. وأي طرف، أي جهة، أي نظام سواء اجتماعي أو سياسي يعمل ضد هذا المبدأ فهو يعمل ضد مشيئة رب العالمين. اللي في نفس الوقت. نعم. أنذر أي نظام سياسي وأي نظام اجتماعي يعمل إلى الأحادية وينادي بالأحادية بوعيدة بهلاكة مثل ما. نعم. جاء بالآية 58 بسورة. نعم. الإسراء الرحمن الرحيم. نعم. وإن من قرية. نعم. النظام القومي، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو نعذبهم عذابا شديدا كان. نعم. ذلك في الكتاب مسطورا. إذن يعني الكتاب مسطورا أيضا يعني قانون. نعم. مثل باقي القوانين الطبيعية كقانون الجاذبية وقانون المناخ وقانون الفعل وراء أي قانون طبيعي يخطر على بالك، فيزيائي طبيعي. واضح فيزيائي. واضح أستاذ سلام، اسمح لي فقط أن أنتقل للدكتور يحيى السنبل إذا سمحت لي. دكتور يحيى، إذن التعددية هي مصدر قوة وليست مصدر ضعف. ترى الخطاب دائما يعني الخطاب الطائفي هو الصبغة والصفة الشاملة التي تتصف بها الخطابات السياسية في العراق بعد العام 2003، كلها من أجل صراعات على النفوذ، من أجل صراعات على المناصب، وليس آخرها ربما يعني الصراع على تشكيل الحكومة أو على رئاسة الحكومة. يعني بدل أن تكون هناك استعراض لإنجازات تنموية اقتصادية اجتماعية إلى آخره، لماذا فقط يستمر الخطاب الطائفي؟ وهل هناك من جدوى لهذا الخطاب الآن؟ كل من جاء في ركاب الاحتلال هو لم يأتي بمشروع وطني، وإنما هو جاء منفذا أو أداة لمشروع الاحتلال، سواء الاحتلال الأمريكي أو الاحتلال الإيراني الذي أصبح الآن مسيطرا على كثير من مفاصل الدولة.
أغلب هذه الأحزاب هي في صفتها هي أحزاب طائفية، لا ينتمي إليها من هو في المكون الآخر أو من الطائفة الأخرى. لذلك هؤلاء قد شرعوا لتأسيس إمبراطوريات مالية لهم ولأحزابهم من أجل تمكينهم من السلطة، وقد استغلوا فترة الاحتلال أو لربما هناك مخطط مدروس من قبل الاحتلال لبذر بذور الطائفية وإنتاجها بشكل كبير في العراق من أجل تدمير هذا البلد. لذلك نعم، هذه الأحزاب لم تأتي بأي مشروع وطني لنهضة العراق مطلقا. الأحزاب تتحدث بالطائفة وإنها جاءت لتحمي المذهب وإنها جاءت لتحمي الدين، حتى بالنسبة في الجانب السني وليس في الجانب الشيعي فقط، هناك أيضا أحزاب تتحدث بحماية المكون السني وتسعى لإثارة الطائفية، وهي في ذات السياق التي تتناغم مع شركائها في العملية السياسية من المكون الآخر. ولذلك عززوا مفهوم الإرهاب لتدمير العراق، لأن هناك ممارسات طائفية بحق مكون استخدمت بحقه كل أساليب التنكيل والقمع وعلى الأبرياء، وليس هناك من مبرر لذلك سوى أن الاحتلال جاء لتنفيذ مشروعه بالسيطرة على مقدرات البلاد وتدمير مراكز قوتها في مواجهة أي أخطار. لذلك أصبح العراق لكل من هب ودب من مخابرات العالم، واستفادت إيران من ذلك بالسيطرة عليه عبر ميليشياتها وعبر أحزابها الطائفية التي ترعرعت فيها. لذلك هذه الطائفية عندما أنتجت في العراق أنتجت قضايا غريبة عن المجتمع العراقي بشكل كامل، وهي ليست من أخلاق ولا طباع هذا الشعب، لأن هذا الشعب قد عاش آلافا من السنين أخوة متحابين لا يسعى أحدهم أن يفني الآخر. وهناك قامت هذه الفسيفساء الجميلة في العراق، ولكن هناك من استخدم أيادي خارجية ووجد من ينفذ له ما يريد في سبيل أن تتزعم هذه الأحزاب تلك الطائفة، أو لتقول بأنها جاءت لتحمي هذا وذاك، ومن أجل أن تنفذ مخططات شريرة هي دخيلة من خارج العراق. ولكن وعي الشعب العراقي بفضل الله وبفضل ثواره واعتصاماته و تظاهراته التي خرجت في تشرين قد عرت هذه الأحزاب الطائفية، لأنها لم تقدم أي منجز وطني للعراقيين، لا في محافظة سنية ولا في محافظة شيعية. نعم، سوف نتحدث دكتور يحيى أيضا عن ثورة تشرين وكل الثورات التي انطلقت في ظل الاحتلالين الأمريكي والإيراني، أو في ظل العملية السياسية التي لم تقدم شيئا للعراقيين. انتقل إليك أستاذ سالم كاكو أيضا بسؤالي، يعني موضوع الدستور، يعني هناك نقاط كثيرة ذكرها نواب في البرلمان في العراق، أن الدستور هو ملغم طائفيا، الدستور فيه من الفقرات الطائفية الكثير، وهو كتب في بيوت اتصف هؤلاء بأنهم زعماء العملية السياسية من جهة معينة أو من طرف معين، وكل هذه الزعامات لها مرجعيات سياسية، بالتالي الدستور هو دستور طائفي. ما مدى خطورة أن يكون هناك دستور في العراق منذ عام 2003 كتب في ظل الاحتلال الأمريكي ومعمول به إلى الآن ومصطبغ بصبغة طائفية؟ شكرا. نعم، الدستور، يعني لو تلاحظ الدستور معظم مواده مذكورة أنها تنظم بقانون. نعم. وهذه القوانين منذ 2003 لليوم لم تشرع، وأنا أعتقد أنها لا تشرع، لأن الظروف التي كانت مواتية في ذلك الوقت ساعدت على ذكر هذه العبارة تنظم بقانون، وكان يعرفون يعلمون جيدا بأنه هذه القوانين سوف لا تشرع ولم يكتمل الدستور. ثانيا، لماذا الدستور في بنوده يقرأ بحماية المكون الفلاني؟ لماذا الدستور لا يحمي الجميع من رئيس الدولة إلى أصغر مواطن، أو بالعكس؟ لماذا الدستور لا يحمي الكل؟ لماذا الدستور لا يضمن حقوق الكل؟ لماذا الدستور لا ينظم واجبات الكل؟
لماذا الدستور يساعد على تشريع قانون لحماية المكون الفلاني؟ هذا عكس مبادئ حقوق الإنسان، ونجعل بأنه المكون الفلاني يشعر بالضعف. وثانيا لو نرجع لتطبيق هذه الفقرات وهذه القوانين، من ضمن الدستور أنه لا يمكن تطبيق هذه هكذا قوانين، ولا يمكن تطبيق هذا الدستور. إذن الدستور كتب على عجالة في ذلك الوقت، وأنا بقناعتي حاليا وصلنا إلى طريق مسدود في تنفيذ معظم قيود الدستور التي مذكور عنها تنظم بقانون ولا يمكن تشريعها. لكن لو رجعنا إلى الطائفية، نحن حاليا وصلنا إلى حقيقة بأنه معظم شرائح المجتمع العراقي تنبذ الطائفية وتريد إنهاء الطائفية وتريد التخلص من آثارها التدميرية، لكن من يريد وما العمل؟ إذا كان الوقت يسمح سأشرح ذلك، يسمح. إذا كان الوقت لا يسمح في فقرة ثانية سأكون هنا. يسمح أستاذ سالم، تفضل أكمل يعني. نعم، لنرجع للسؤال، هل نحن وصلنا إلى قناعة بأنه دمرتنا الطائفية المقيتة بكل أنواعها وأشكالها؟ من الذي يريد إنهاء الطائفية؟ من الذي يريد إرجاع العراق إلى عراقيته الأصيلة ومكوناته الفسيفسائية الجميلة التي هي تعتبر مرتكز ومقاطقية؟ فإذا كنا ذلك، لنرجع إلى الحكومات العراقية، بدلا من أن تنافس إحداها الأخرى في تقديم خدمات أكثر للمجتمع العراقي، نلاحظها أنها تنافست في تدمير المجتمع العراقي. لكن ما الوسائل التي تساعدنا في نبذ الطائفية وإنهاء الطائفية؟ الأحزاب السياسية مع كل الأسف التي خلقت وركزت الطائفية السياسية إلى جنب الطائفية الدينية والطائفية القومية، هل أنها وصلت إلى قناعة كاملة بأنها تضرها هي أيضا وليست تضر المجتمع العراقي بكامله؟ نعم تضرها. الوسائل، يجب أن نعمل أولا على تطبيع حالة المجتمع العراقي في قبول المصالحة، في قبول إنهاء الطائفية، استخدام المنبر الديني ومسؤولية المنبر الديني في كل مستوياته المسؤول الأول في إنهاء الطائفية الدينية. المجتمع السياسي أو الأحزاب السياسية المسؤولة الأولى في إنهاء الطائفية السياسية التي قد لا تريد إنهاءها، لكن يجب أن تعمل على ذلك لأنها تتنتهي. ولكن هناك أستاذ سالم، يعني هذا الموضوع هو موضوع خطير جدا، يعني هو يتوقف هناك أحزاب تقتات على الطائفية من أجل البقاء، على الاستحواذ على يعني مقدرات العراق والاستحواذ على جميع مفاصل الدولة. يعني الموضوع عن الخطاب السياسي. نعم. هل هذا الأمر؟ استقرار الطائفية ستنتهي هي أيضا. لكن يجب أن نتوقف هنا. الكل يتحمل مسؤوليته، الإعلام يتحمل المسؤولية الكبيرة، المنبر الإعلامي والمنبر الديني والمنبر السياسي، الكل يتحملون المسؤولية كاملة في خلق أجواء مساعدة على تطبيع بين مكونات الشعب العراقي، حتى لو لم يقتنع بها الأحزاب السياسية، الإعلام والمنبر الديني والإعلامي والسياسي، خاصة الديني والإعلامي، يجب أن يعملوا بكل قوة على خلق جو من الألفة والثقة لإعادة الثقة بين مكونات الشعب العراقي لقبول إنهاء الطائفية. وأنا بقناعتي يجب أن تتحمل المراجع الدينية بكل أديانها بكل طوائفها وكل الوسائل الإعلامية مسؤوليتها في خلق هذا الجو من أجل خلق جو يتحمل التطبيع بين مكونات المجتمع العراقي. ثم الأطراف السياسية، يجب أن يبادر أحد الأطراف السياسية الذي هو أكثر قبولا من الآخرين بطرح مبدأ المصالحة الوطنية والعمل على ذلك من أجل إنهاء فعلا ما دمره والسياسات التدميرية الطائفية. نعم طبعا. أيضا أستاذ سالم، موضوع المصالحة الوطنية، هذا المصطلح أيضا جاء بعد الاحتلال، وهو يشير بالتأكيد بشكل مبطن بأن ما يجري في العراق هو صراع مجتمعي، وبالتالي يجب أن يكون هناك
مصالحة شعبية أو مصالحة مجتمعية وإلى آخره. فقط اسمح لي أستاذ سالم أن أنتقل للأستاذ سالار أربيل. أستاذ سالار، من وجهة نظرك يعني موضوع الطائفية وما تحدث به الأستاذ سالم، هل الأمر بالغ الصعوبة أن تكون هناك يعني منظومة مجتمعية متكاملة تعمل سوية من أجل القضاء على مشروع دولي أو إقليمي مثل ما يصف محللون، وهو المشروع الطائفي، النواة المجتمعية مثلا التي ذكرها الأستاذ سالم قبل قليل، يعني متمثلة مثلا ب يعني النخب المجتمعية أو المدارس أو الجامعات أو المساجد والكنائس إلى آخره؟ نعم، أنا إلى حد ما أوافق الأستاذ على رأيه بأنه هي المسألة مسألة كبيرة ومسألة تحتاج، لأنه مسألة كبيرة ومسألة خطيرة جدا، أنا برأيي تحتاج إلى تضحيات أيضا كبيرة، مثل تضحيات ثوار تشرين، مثل تضحيات ثوار تشرين التي كانت هي القمة فيما حصل. تضحيات تشرين، شباب تشرين ضحوا بأغلى شيء عندهم، على دمائهم، على مبادئهم اللي يحملوها، على المسائل اللي طلعوا إلها في الشوارع. وأغلى ما يملك الإنسان هو حياته، ماكو أغلى مما يملك حياته. لكن في الناحية العملية في العراق، التضحيات الكبيرة، المسألة يا أستاذ، احنا لازم ننظر الى الطائفية. بعض المصطلحات اللي نستخدمها هسه ضيوفك الكرام حتى احنا وحضرتك، بعض المصطلحات تعبر على ألسنتنا عبور الكرام، هيجي مصطلح المصالح الوطنية. المصالح الوطنية منين جاية؟ المصالحة تقصد، المصالحة الوطنية؟ لا لا، المصالحة الوطنية والمصالح الوطنية ايضا. طيب المصالح الوطنية ماذا تعني؟ الكل يدعي بتقديم المصلحة الوطنية على المصالح. واضح، ما ينكر هالشيء، لكن بالفعل، واللي أستغرب له بالذات في عراقنا اليوم، اللي اليوم نقول يعني في عراق ما بعد 2003، بعد سقوط نظام البعث، الطوائف والشرائح اللي عانت قبل 2003 من الطائفية السياسية، من الطائفية العرقية، من الطائفية المذهبية، اليوم في سدة الحكم دتمارس الطائفية ضد الشرائح الأخرى. يعني خلي نكون صريحين، اطرقت إلى مسألة الدستور، رغم أنه ما مذكورة بالدستور، لكن الاتفاق السياسي بين الكتل، الرئاسات الثلاثة في العراق مخصصة لطوائف بعينها. هل في العراق فقط شيعة وسنة وأكراد؟ وهذا الأمر لم يكن موجودا قبل عام 2003 يا أستاذ، لأنه كان نظام سياسي، أو حد نظام سياسي أحادي أيضا ما كان مرغوب به. هناك كان نظام سياسي أحادي، هنا نظام سياسي أحادي ونظام اجتماعي أحادي أيضا. يعني المشكلة معقدة ومركبة، يجب أن نكون مستعدين، وخصوصا اللي نسميهم بين قوسين الكتل الكبرى أو الشرائح أو فئات أو المكونات الكبرى في العراق، مستعدين أن نضحي بجزء بسيط من الامتيازات اللي حاصلين عليها، لا لشيء، فقط لأنه عددهم أكبر من الطائفة الفلانية. نعم، مو لأنهم أفضل، ولأنما عددهم. احنا ليش بالدستور العراقي ليش نشير إلى قوميات وأديان ومذائب؟ وهذه النقطة التي ليش ما نعتمد أساس المواطنة ونقول المواطن العراقي بغض النظر عن انتمائه القومي أو الديني أو الطائفي، أدنى استعداد أن نغير هاي المصطلحات كلها نختزلها في مصطلح المواطن. إحنا كتركمان، أنا رجل تركماني، أعيش في من تركمان العراق، وأعيش في كردستان، وبالذات في أربيل، مهما ذكرني في الديباجة أو في مادة أو مادتين في الدستور، مهما ذكرني، رغم أنه ما مشار إلى، ما راح يكون كافي لإرضاء غروري، لأنه أنا أنظر إلى قوميتي، قومية أو مكون حكم العراق
أو المنطقة منذ 1055 إلى 1920 مختلف الدول اليوم مهمش إلى أبعد حد، وبالتالي العراق ينظر له نفس الوقت إذا نعم. نفس الوقت أنا كتركماني أنا لا أرى مستقبل التركمان من دون إخوانا الأكراد، من دون إخوان العرب، من دون إخوان البلدانيين، من دون إخوانا حتى من غير المعتقد، يعني من غير الإسلام، حتى من المسيحيين واليزيديين لأنه إذا كنت مقتنع بأنه التنوع والتعددية الدين لله والوطن للجميع وللنظام السياسي يجب أن أكون مقتنع بأنه مستقبل التركمان مع مستقبل الكرد ومستقبل العرب ومستقبل الكلدو أشرين وإلى آخره من الطوائف والمكر. طيب شكرا سالار، لكن بس أكمل هاي الجملة إذا تسمح. نعم تفضل. عدم استعداد، فقط ادعاء المكونات الكبيرة اللي قلنا كبرها فقط بين قوسين لأنه عددها أكبر، لا لشيء، لا تمتلك تاريخ أكبر من تاريخي أنا كتركماني، ولا تمتلك مآثر أكبر من مآثري، وكل قومية وكل عرق إلى حق أن يعتز بقوميته، لكن مع ذلك أنا أفضل ولا أجد حل ومخلص للحالة العراقية الحالية سوى فقط باعتماد المواطنة وثم المواطنة وثم المواطنة. نعم العراقي عراقي طبعا بصفته وكل شيء. أستاذ يحيى السنبل بالعودة إليك دكتور والمعذرة على التأخير، بالتأكيد ثورة تشرين كانت تمثل قمة في التضحية في المطالبة بإسقاط صنم الطائفية، هذه الآفة الدخيلة على المجتمع العراقي، بالتأكيد أيضا للقوة المناهضة للاحتلال دور كبير في مساندة هذه الثورة السلمية التي تصفها الأحزاب بعد قمعها بالحديد والنار أنها ثورة مستوردة أو ثورة تأخذ أو مدفوعة يدفع لها من قبل قوى في الخارج. كيف تصور لنا أو تصف لنا دور القوى المناهضة للاحتلال في مساندتها لثورة تشرين السلمية المطالبة بالحقوق والمطالبة بالمواطنة والمطالبة بإسقاط النظام ودستوره؟ إذا كانت ثورة تشرين قد جاءت من الخارج وبدفع خارجي، فماذا يمكن أن يقول هذا النظام السياسي في بغداد؟ أليس من جاء في وضح النهار مع الاحتلال وخلف دباباته، أليس هو من مارس الطائفية بأبشع صورها مستغلا بأن هناك مظلومية وكذا، وحشد عدد كبير من المناصرين للاحتقان الطائفي مدعوما من دولة تدعم الطائفية من أجل الانتقام من العراق والسيطرة عليه. لذلك عندما وجد ثوار تشرين، وأنا أكرر وأغلبهم من محافظات الجنوب، رأوا عملية التهميش لهم وعملية تدميرهم وعملية نشر البطالة والفساد بين أوساطهم، نهضوا من أجل أن ينهض العراق وكشفوا المؤامرة وكشفوا المخطط سواء الأمريكي أو الإيراني بالقضاء على العراق وتدميره. لذلك ثوار تشرين كانوا هم أول من دمر صنم الطائفية التي نشأ بين ظهرانيهم، وأريد منهم أن يكونوا وقودا لهذه الحرب الطائفية. لذلك استخدمت وسائل إعلام وقنوات فضائية كثيرة لتؤجج الخطاب الطائفي، وانتشرت أيضا خطاب طائفي على مستوى الديني أو المنبر الديني والمرجعيات الدينية، ومن ثم أيضا مورس بشكل سياسي بحيث أنه لا يسمح لفلان من الجهة الفلانية أو الدين الفلاني أن يكون. وهناك كثير من الأحداث التي أصبحت هي ليست فقط ضد السنة وإنما ضد المكونات الأخرى برمتها. لذلك جاءت تشرين من أجل أن تشير إلى أن العراق وحدة واحدة، وأن الخطاب الطائفي الذي جاءت به هذه الأحزاب التي سمت نفسها بالإسلام السياسي إنما جاءت بخطاب مستورد من أجل تدمير العراق ومن أجل مصلحتها ومصلحة إيران باعتبارها صاحبة الفضل عليهم. لذلك قد سقط هذا الصنم بفضل الله
أمام أنظار ومرأى كل مكونات الشعب العراقي، فالشعب العراقي لا يمكن أن يحكم بطائفة وليس هناك أغلبية. هذا ما جاءت به أمريكا من كذب، إنها قد أعطت نسب مئوية غير صحيحة مطلقا بأن هذا المكون يعادل 80% وهذا المكون 20% وهذا المكون 3%. لا يوجد، لم تستند أمريكا إلى أي تعداد سكاني للعراق أو تعداد صحيح في سبيل أن يمكن أن تحدد النسب. وفي العراق لم يجري أي تعداد سكاني على أساس الطائفة أو الدين، وإنما أجري على أساس المواطنة. لذلك نعم، أنا أؤيد ما ذهب إليه الأخ سالار والأستاذ سالم كاكو بأن تتحمل كل الجهات مسؤوليتها في عملية وأد الطائفية من خلال القنوات الفضائية، بل يجب تفعيل قانون بإغلاق القنوات الفضائية الطائفية التي تسعى لنشر الطائفية بين أبناء الشعب العراقي، بل يجب على العراقيين تشريع قانون يجرم العلاقة مع دولة تدعم الطائفية في العراق وقطع العلاقات معها، ويجب أيضا القيام بتنقية المناهج الدراسية ووضع منهج دراسي يجعل من الطفل في الابتدائية إلى أن يصل إلى الجامعة يحترم كل مكونات الشعب العراقي ويقبل بقبول الرأي المقابل، وأن يسعى الجميع كل حسب كفاءته لبناء العراق، وليس من أجل بناء الطائفة وليس من أجل بناء المذهب هذا وذاك. لذلك هكذا يبنى العراق وهكذا تبنى الدول، وهكذا أشيدت حضارات العراق سواء سابقا عبر ما قرأنا عنها، فكانت الدولة الآشورية وكانت الدولة السومرية وكانت الدولة الإسلامية وكانت دول كردية ودول تركية ودول عثمانية، وهكذا نشأ، هكذا تبنى الأوطان، ما تبنى على أساس هذه الطائفة وتهميش بقية الطوائف وتهميش الرموز التي تحمل الكفاءة وتحمل العلم في بناء العراق وبناء صروحه. لذلك يجب أن يتعاضد الجميع سواء في المنابر الإعلامية والدينية والتربوية والتعليمية والمجتمع من أجل أن ننهض بالعراق للخلاص من هذه الطائفية التي جاءتنا بها إيران وأمريكا وأحزاب ما تسمى الإسلام السياسي، التي بذرت ودمرت العراق وقضت على مستقبل أجياله، وأصبحت نسبة البطالة اليوم بين شبابه لأكثر من 43%، قد وصلوا إلى خط الفقر 43%. أما خريجي ما بعد 2003 إلى حد هذه الساعة لم يتعين منهم سوى نسبة 5%، وهناك من هؤلاء الأحزاب من يأخذ 5 رواتب وثلاث رواتب له إضافة إلى كل أفراد عائلته، ويرى جيرانه مقابله قد تخرج أولاده من الجامعات وليس لهم أي عمل. هو هذا يمكن أن يناقش مع هؤلاء الذين يدعون الإسلام أو يدعون أنهم جاءوا لبناء البلاد على أسس دينية؟ هكذا أمرهم الإسلام أو أمرهم المذهب أن تكون نسبة البطالة في العراق إلى حوالي 43%، وتعود الأمية بنسبة 8 مليون أمي في العراق، إضافة إلى تدمير المدن على أساس طائفي من خلال صنع منظمات الإرهاب بحجة إنها تعادي الطائفية في سبيل أن تكرس هذا الخطاب. جعلوا هناك أرض خصبة لصناعة منظمات إجرامية وإرهابية تقتل على أساس الطائفة وعلى أساس الاسم وعلى أساس الهوية، ودمرت بذلك مدن استغلتها أمريكا وغير أمريكا من أجل تدمير العراق ومن أجل تصحيره ومن أجل السيطرة على مقدراته وثرواته. شكرا. إذا لم تحل مسائل النزوح ومسائل التهجير ويعاد كتابة الدستور على أساس المواطنة الحقيقية، لا فرق بين مسلم ولا مسيحي ولا يزيدي ولا صابئي إلا بما يقدمه للعراق من خدمات،
ولذا فبهذا يمكن أن ينهض العراق ويعود إلى سابق عهده ليكون نموذجا للتعايش السلمي والأهلي في المنطقة. نعم. ولتشع منه نور الحياة والسلام لكل العالم. شكرا جزيلا دكتور يحيى سنبل عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، كنت معنا عبر سكايب، وشكر موصول أيضا للأستاذ سالم كاكو نائب سابق في برلمان كردستان العراق، وشكرا جزيلا أيضا للأستاذ سالار أربيل رئيس مجلس شورى التركمان بيت تعجيل، كان معي عبر سكايب. تسمح لي انتهى وقت الحلقة، ولكن إذا أقل من 30 ثانية تفضل. كلمة وفاء، أنا أحيي وأبارك وأقدر كل ما جاء في كلام الأخير الدكتور يحيى، دكتور يحيى السنبل. نعم، يا ريت يا ريت أن نعمل جميعا بهذه العقلية، إذا استطعنا أن نعمل بهذه العقلية أو الأفراد، مو فقط دكتور يحيى، أكيد أنا متأكد ومطمئن العراقيين كثيرين أمثال دكتور، لكن مهمشين أيضا أكثر من المكونات ترى وأكثر من الطوائف. شكرا. هي العقليات المتنورة مهمشة أكثر. بارك إذا الله. عملنا. نعم. هذه العقلية اللي طرحها أخي وأستاذي الدكتور يحيى، أكيد هذا هو خلاص البلد وخلاص العراق من الأزمة اللي نعيشها حاليا. شكرا جزيلا أستاذ سالار أربيل على هذا الطرح، وشكرا لضيوفي الكرام، وفي الختام مشاهدينا الكرام تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله.